ما قلتلوش ليه يا جمالية؟ مش عارفة ما انفجرتش في وشه ليه وطلعت الغل اللي جوايا؟ ايه بقى؟ ايه؟ وانا هفضل كاتمة في نفسي كده لحد امتى؟ لحد ما اتجنن او اروح فيها؟ طب اهدي اهدي يا شوشو، ريحي اعصابك شوية. مش ممكن الاستريس الفظيع اللي انتي عاملاه على نفسك ده؟ خلاص خلاص هانت، كلها 24 ساعة والحرب الباردة دي تنتهي وتعملي كل اللي انت عايزاه. صباح الخير يا جميل. ازيك يا دكتورة، عاملة ايه؟ رندا عايزاك تشوفي لي اي سرير فاضي في العظام، عندي حالة مهمة النهاردة جدا. روحي على المعمل بتاعك يا دكتورة، حطي الشنطة والبسي البلطة، وبعد ربع ساعة روحي اوضة الدكاترة واطلبي شاي. نعم؟ مفيش وقت يا دكتورة، اعملي اللي قالت لك عليه من سكات. هو في ايه يا بنات؟ مالكم النهاردة؟ هو في ايه؟ في مهمة سرية جدا ومطلوبة استدعاء حضرتك فورا، انتي والدكتورة علا. انا؟ لا طبعا ما اقدرش، دي الجراحة كلها، مفيش حد غير النهاردة. وانا عندي 3 مأموريات هيبداوا من بكره الفجر، مش عارفه ينتهوا امتى. ها عندك حل تاني؟ اه طبعا يا حبيبي، كلها كام يوم والدكتوره شهناز تنجح في الانتخابات وتخش المجلس. ده ايه علاقته باللي احنا فيه؟ علاقه قويه جدا، هطلب منها توصي عليك حد ينقلك من امن المركزي ده لحرس الجامعه. اه انت فايقه بقى. بصي انا هجيب لك من الاخر، لو عايزه تخلصي مشوار السيراميك وطقم الحمام مفيش حل غير النهارده، لو ما قدرتيش تخلعي يبقى نستنى بقى لحد. اخلعي ازاي بس يا حبيبي؟ هو انا شغاله في سوبر ماركت؟ بص يا حبيبي عشان خاطري والنبي انت تعمل ايه؟ شوف حد من اصحابك الظبابيط الجدعان دول يحلوا محلك في المأمورية، يوم واحد بس عشان خاطري، عشان خاطر علا بحياتي. ماشي. علا ايمن، مش معقول، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا سيدي. كله تمام؟ تمام. طب اسيبك شويه اروح لك وارجع. لا 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 استنى، انا كنت ماشي حالا. خلاص يا علا، لما تخلصي بيكلميني نشوف لها حل. سلام. اوكي بابا يا سهام. باي باي. الشاي يا دكتور. سوري يا دكاتره، انا اللي قلت للدكتوره سهام تدخل عليكوا عشان نقصر في القعده دي وننجز في الحوار ده. يعني حوار ايه وقعده ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. بص يا بنتي، انا اتخطفت زيك كده برضو بالظبط ومش فاهمه منهم ولا حاجه. الدكتور سليمان عايز كنتوا الاثنين ضروري جدا بس في مكان بره المستشفى. بره المستشفى؟ ليه بره المستشفى؟ ده لان هنا الموقع حضرتك كله محاصر ومرصود كمان، وبعدين هو حد فيكم يتصل بالدكتور سليمان، لان الدكتور سليمان قال لي اوعى اي حد يتصل بيا، تليفونات البلد كلها مترقبه. مترقبه؟ انتوا بتقولوا ايه يا اخوانا؟ طيب ما احنا لازم نعرف هنقابله فين. ما هي دي بقى بتاعتنا يا دكتوره. ايوه رزق. ايوه ايوه يا ابني. الضيوف وصلوا. الضيوف وصلوا دلوقتي؟ ايوه. طيب اجري يا ابني على خالتك انوار وقول لها تصحي الاستاذه ملك وتجهز عشان الضيوف. عينيا التوت سمعت. يلا. دكتور الكلام المرعب ده يا ستي؟ ما هو علشان موضوع مرعب ومكعبل ومنيل بستين نيلة، انا مفيش قدامي دلوقتي غير ان انا اعتمد على ناس بثق فيها. علا دي زي اختي الصغيرة بالظبط وانا مربيها، وانت يا سهام اثبتتي معدنك الاصيل من يوم موقف عبير. يا جماعة انا في ورطة كبيرة جدا، في مجزرة، مجزرة بتتم في المستشفى اللي انا بنيتها لوجه الله. الوحيدين اللي ممكن دلوقتي يكشفوا لي ايه هي طبيعه المجزره دي هو انتوا. واحنا تحت امرك يا دكتور، قول حضرتك ايه اللي مطلوب بالظبط وشوف الثقه اللي اديتها لنا دي في محلها ولا لا. مشوار صغير قوي لحد مستشفى الرخام، ضابط شرطه محترم ومعاه ست غلبانه مقدمه بلاغ بانها تعرضت لاجهاض في المستشفى، ومعاهم 2 دكاترة من وزارة الصحة. أخونا كليانتي هيضرب لكم كارنيهات تفتيش الوزارة، انتوا نفسكم مش هتقدروا تفرقوها عن الأصل. أهم حاجة
تخطفوا الناس بسرعة وما تدوش فرصة للجدل وللمناقشات عشان تنجزوا الحكاية في أقل وقت ممكن، مع أني متأكد أن المعلومة هتوصل لشيناس بسرعة البرق، بس إحنا في توقيت هايل وفرصة ما تتعوضش. شيناس هتستقبل الخبر ده وهي في عز الدربكة، وطبعاً مستحيل هتسحب نفسها من المهرجان ده كله وتروح تشوف البلاغ الخايب اللي تقدم في مستشفى خيري. وحتى لو عملت أي اتصالات من مكانها هنكون وصلنا للي احنا عايزينه في أقل من ساعة، لأن الحكاية كلها مش أكتر من أوضتين اتنين بس اللي أنا شاكك فيهم، المعمل وغرفة التعقيم. يا خبر ازرق، ايه اللي انت جايبه ده يا عماد؟ كل دي بلاغات تزوير؟ وما حضر ضرب وشغب وعاهات مستديمه، والاحراز دي بقى فضلت خير سعادتك، اسلحه بيضة، طبنجات شمال. ايه يا عم انت في ايه؟ امال انتوا بتعملوا ايه في اللجان بالظبط؟ احنا برضو اللي بنعمل. استناني يا ابني بره شويه. اوامر سعادتك يا فندم. لجان اللي بتكلمنا عنها يا طريبي، انا مرزوع في المكتب من صباحيه ربنا، عمال اخد تعليمات ابنيه واستقبل في بلاغات. امال مين اللي ورا المصايب دي كلها؟ وما تقوليش المرشحين، المرشحين كلهم قاعدين في الطرقه بيصرخوا لي بقالهم ساعتين. اللي بره دول معارضه واخوانا يا ريس، اللي شايفه سعادتك ده كله اتباع الحزب واعوانه. امن الدوله سيطروا على الليله كلها وفتحوا صدرهم على الاخر. ممكن مش بالبجاحه دي يعني؟ امال هم لغوا الاشراف بتاعكم ليه؟ علشان يشربوا شاي وسجاير قدام اللجان ويوصلوا لكم الصناديق لحد اللجنه العامه؟ الكلام ده كان بيحصل للغلابه اللي زي حالتنا. هي ليله باينه من اولها. خلينا في المهم، ما وصلتش لاي حاجه عن الدكتور سليمان؟ وصل له ازاي الزيبق ده بس فهمني؟ ده حتى مراته ما تعرفش عنه حاجة. هيكون راح فين يعني؟ في البلد يا باشا. نعم يا اخويا؟ البلد بتاعته اللي في المنصورة؟ مظبوط سعادتك. الله 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 الله. ده ايه العشق اللي طفح عليهم مرة واحدة ده؟ سافرت معاه البلد اللي في المنصورة، وحيباته مع بعض الاتنين. مش بعيد الاتنين يرجعوا لابسين دبل ومعاهم أسيمة جواز. احنا جاهزين لأي تعليمات سعادتك، لو ما عليك تحب لا لا نجيبه. لا لا لا، أحب إيه؟ أحب إيه؟ مش وقته. الموضوع ما يتعالجش كده. الموضوع ده محتاج ترتيبات خاصة، وبالذات في الظروف اللي احنا فيها دي. اسمعني كويس يا رمزي، انت هتكمل مراقبتك للاخر وهتديني تقرير اول باول، بس المره دي مش هحتاج تقريره بس، انا عايز فوتوغرافيا يا رمزي، عايز صور. أنا خايفة قوي يا دكتور، الحكاية كده كبرت قوي ومش عارفة ممكن إيه اللي يحصل لو الحيوانة اللي اسمها داليا دي لقت الكرنيل عليه صورتي. دول طلعوا عصابة. يا ست قلت لك اهدي بقى، ما دام دول عصابة استحالة ينطقوا بأي كلمة مهما حتى لو لقوا مليون كرنيل. ما تفهمني يا دكتور، لقيت إيه بالظبط؟
ممكن اسامه اشوف واحده من عيال نادل. اتفضل يا دكتور. انا طبعا كنت ناوي اروح المعمل بتاعي وافحصها قبل ما نرجع لحضرتك، بس الموقف المهبب اللي حصل ده بقى ربكنا كلنا وما كانش ينفع نروح. فحص ايه اللي عايزه تعمليه بعد المصايب دي كلها؟ ما انا عايزه افهم ايه المصايب دي بالظبط يا سليمان. ما تفهمني. ست هانم مراتي المحترمة، دكتورة الصيدلانية اللي بكرة الصبح هتبقى عضوة في البرلمان، بتتاجر في الخلايا الجذعية العصبية، بتسقط ستات حوامل، بتاخد منهم أجنة أقل من 3 شهور علشان تبيع الخلايا بتاعتهم للأجانب الملايين. سليمان انت متأكد من اللي انت بتقوله يعني؟ طب ما نستنى لحد. استنى ايه؟ استنى ايه يا ملك؟ الموضوع بقى واضح زي عين الشمس. المستشفى فيها تلاجة حفظ نادرة جدا، وفيها تجهيزات معملية مش موجودة في أرقى مستشفيات مصر، مش في مركز خيري في حي عشوائي. بس انا اعرف ان الخلايا الجذعيه بياخدوها من المشيمه ساعه الولاده وما بتعملش اي ضرر. دي الخلايا الكامله يا ملك، الخلايا العصبيه اللي انتهت تكوينها وتعرف خلاص الغرض منها، انما الشغل ده مقصود بيه الخلايا اللي لسه ما اكتملتش علشان يشوفوا امكانيه تحويلها لاي عضو ممكن يحتاجوه، وده لازم يتاخد من وسط جنيني اقل من 3 شهور. انا عارف اللعبه دي كويس وقريت عنها مناقشات دوليه كتيره، وهي مدرجه ضمن ابحاث اجنه محظوره في امريكا واليابان من 10 سنين. اللي عايز يهرب من الحظر ده بقى يعمل ايه؟ ما قدموش غير الناس الغلابه اللي عندنا، الناس اللي ملهاش تعمل.